تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم ونرحب باتصالاتكم ونرحب بمشاركاتكم خلال الساعة معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وأيضا نرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، ودائما في الإخراج الأستاذ المبدع أيمن سرحيل، وأنا محدثكم من أمام الميكروفون عبد الله جمعة، وصباح الخير والسعادة للجميع. مستمعينا الأعزاء، نأخذ أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي وما يدور في السوشيال ميديا. صباح الخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والعافية. نأخذ في جولة بقنوات التواصل الاجتماعي من أهم الأشياء اللي كنا حاطينا فيديو يتكلم عن طبيب لكل مواطن. طبيب لكل مواطن تقريبا ياخذ يعني حاليا اكثر من 600 استشاره يقدمها يوميا، واكثر من 20,000 استشاره طبيه قدمها من بدايه جائحه كورونا ولين الحين. ما شاء الله عدد كبير، والخدمه ايضا مرتبطه بخدمه الدوائي، فهي خدمه متكامله من الاستشاره الى ايصال الدواء الى المنازل. فهي من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها، الأشخاص يقدرون يحجزون مواعيد مو بس عن الطريق الاتصال ب8342، لكن الآن في خاصية موجودة في التطبيق نفسه، ممكن إنهم يحجزون موعد عن طريق الأبليكيشن، ما يحتاجون يتصلون في 8342، يفتحون الأبليكيشن مالهم ويحجزون موعد مباشرة. نعم. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت أو تم نشرها خلال في قناة التواصل الاجتماعي، إن هيئة الصحة في دبي قامت بأكثر من 262,000 فحص في الكورونا في إمارة دبي. هاي أيضا بعض الأرقام اللي تم نشرها. من بالنسبة للنصائح اللي نشرناها، هي أهم شيء نصائح الإقلاع عن التدخين. المفروض الأشخاص يستغلون شهر رمضان المبارك في أنهم يطلعون عن التدخين، خاصة أن يعني المدخنين من الأشخاص الأكثر عرضة للانتكاسات إذا كان يعني لا سمح الله أصابوا بفيروس كورونا، لأن الرئة أصلاً تعبان. نعم. مستعد الرئة زيادة شوية يعطي بوست حق الرئة، نقلع عن التدخين، نقلع عن الأشياء اللي ممكن تعب المناعة أو تعب الجسم، نبتعد عن بعض العادات السيئة اللي نحن نمارسها، وهالكلام اللي قبل ما يكون حق خلق الله ما شاء الله. نعم صحيح. العادات وايد جميلة. نحن ننصح إن نحن كلنا لازم يعني من اليوم نفكر دائما في نمط الحياة الصحي، لأن الأشخاص اللي عندهم نمط حياة صحي مناعتهم أصلاً تكون أقوى، مو بس لكورونا، لأي نوع من الفيروسات والبكتيريا. فبعض الحين يوميا نحط النصائح المهمة، وأهم نصيحة إن حتى لو كانت قيود الحركة تم تخفيفها، هذا ما يعني إن الحياة ترجع مثل ما كانت ونطلع ونتجمع ويمعات ودامنا شهر رمضان، لكن ننصح إن نحن حتى لو نتجمع في البيت نطلع للضرورة، وإذا حبينا مثلا نظهر في أماكن التجمعات ما يكون أكثر من 5 حسب القوانين والإرشادات الموجودة في الدولة. هاي مجموعة من الأشياء، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذ أسماء الجناحي، شكرا لك.
مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء بأن بإمكانكم الاستفادة من البرامج المتميزة، البرامج الخاصة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا برنامج دوائي على الاتصال على الأرقام 800-342، الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل، ولكن بعد الفاصل بتكون معانا الأستاذة عليا دخان، وفقرتنا التغذوية بتكون اليوم عن سفرة رمضانية مناسبة للجميع، ولكن خلكم ويانا بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا، مشاركاتكم من خلال الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مستمعين الأعزاء خبر عن وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. بعد كم دقيقة أو كم ثانية يقضي مطهر اليدين على فيروس كورونا؟ أكدت العديد من التجارب قدرة نوعي مطهر اليدين للذين أوصت بهما منظمة الصحة العالمية على تنشيط نشاط فيروس كورونا المستجد وإيقاف نشاطه. وأظهرت التجارب التي أجريت في ألمانيا أنه بعد تعرض الفيروس للمطهر بـ30 ثانية لم يعد قادرا على مهاجمة الخلايا البشرية. وبحسب التجارب التي أجريت في جامعة بوخرم بألمانيا، ينبغي أن يحتوي المطهر على نسبة 60% من الكحول على الأقل. وتضمنت أيضا التوصيات أو توصيات منظمة الصحة العالمية استخدام نوعين من المطهر، الأول يحتوي على الإيثانول بنسبة 80% والثاني يحتوي على الأيزوبروبانول بنسبة 75%. وبدلا من مطهر اليدين، يمكن استخدام الكحول المطهر المستعمل في المستشفيات والذي تبلغ نسبته 70%، ولكنه يؤدي إلى جفاف بشرة اليدين مع كثرة الاستعمال. ومع اتجاه الدول عدة إلى تخفيف إجراءات العزل وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، ينبغي مستمعين الأعزاء استخدام مطهر اليدين أو غسلهما بالماء والصابون باستمرار قبل لمس الوجه. وأيضا تشدد توصيات الوقاية على اتباع توصيات التباعد لمسافة مترين وارتداء الكمامات في بعض أماكن الخدمات وغسل أو تطهير اليدين باستمرار سواء باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية، أو مطهر اليدين الذي يحتوي على نسبة 70% من الكحول أو ما لا يقل عن 60%، علما بأن المطهر يحقق مفعوله بعد استخدامه بـ30 ثانية. مستمعين الأعزاء، ناخذ فقرتنا التغذوية مع حلقتنا لهذا اليوم، أو العنوان سفرة رمضانية مناسبة للجميع، مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عليا دخان. صباح الخير أستاذة عليا. يا صباح النور. الله يحييك. نحن طبعا أستاذة عليا في مواضيعنا دائما نتكلم عن أهمية الغذاء وأهمية التوازن أيضا في الوجبات، سواء وجبة الفطور وأيضا وجبة السحور، والتأكد من أن الوجبات يعني متوازنة، وبالأخص نحن نركز دائما ونثقف مستمعينا الأعزاء بأن قدر المستطاع يحاولون بأن السفرة تكون سفرة صحية ومتوازنة، بحيث أنه يعني يستفيد الجسم من كل الغذاء. ونحن طبعا خلال الفترة هاي أيضا لابد أن تكون المناعة عندنا مرتفعة والجهاز المناعي قوي بشكل مستمر. اليوم حديثنا معك أستاذة عليا دخان عن سفرة رمضانية مناسبة للجميع، وحابين نسمع منك الكثير عن هذا العنوان. بإذن الله. طبعا مثل ما قلت، يعني نحاول نحرص في هالفترة، وطبعا دائما نخلي غذائنا صحي قدر المستطاع. نعم. في رمضان أو غير رمضان، يعني خلي الوجبات بشكل عام غنية بالأشياء الطبيعية الفريش، مثل الفواكه والخضار، اللي هي تعتبر من مصادر رئيسية للفيتامينات للمعادن اللي تقوي وتعزز جهاز المناعي. فدائما نركز على وجود الأشياء الصحية مثل الخضار، السلطات، الفواكه،
وبعد نحرص في رمضان ان نركز على السوائل. بما اننا احنا نصوم فنسبة السوائل ممكن استهلاك السوائل تقل، فنركز فيها في وجبة في الفطور لين فترة السحور، يعني يكون عندنا متوزع استهلاك الماء، من غير ممكن ندخل العصائر الطبيعية، ندخل فيها اللبن، حتى الفواكه اللي هي تكون نسبة الماء فيها نسبة عالية مثل اليح وباقي الفواكه بعد ترطب الجسم وتعوض نقص السوائل. فهو بشكل عام يعني الغذاء المتوازن في دائما في رمضان وحتى في أيام الثانية. لكن اليوم أنا حابة يعني أركز كيف ممكن نخلي الأصناف الأكل أو السفرة في رمضان تناسب كل الحالات. يعني عندنا مثلا في كل أسرة ممكن عندنا ناس تعاني من مشاكل مزمنة، أمراض مزمنة مثل السكر، عندنا ارتفاع الكوليسترول، أو أشخاص يعانون من النقرس، السمنة أو الحساسية الغذائية. فهذيل يعني نحن بعد أفراد أسرتنا ولازم نراعيهم في رمضان، لأن يمعتر الفطور يعني ما زال شيء جدا يعني يفرح الإنسان في هالظروف يعني الصعبة. تجمعات الأسرية الكبيرة طبعا الحين انقطعت، لكن ما زال أهل البيت الواحد يسون على وجبة واحدة اللي هي وجبة الفطور. صحيح. فنخلي نحاول نخلي الأصناف يعني ملائمة ومناسبة لحالاتهم الصحية. أول حالة مثلا ممكن نتكلم عن السكر. مرض السكر طبعا هو مش مرض يعني مؤقت، هو مرض مزمن وكل إنسان لازم متعود عليه وعلى أصناف الأكل يتعايش معه أيضا، يتعايش معه. لكن رمضان يصير المنيو يختلف، نشوف الحلويات تزيد، الأصناف تتكرر، يعني بدال ما تكون وجبة رئيسية واحدة تصير ثلاث، سبحان الله الأشياء تزيد أكثر، يعني الأنواع تختلف. فنحن نحاول في رمضان نراعي هاي النقطة ونخلي عندنا وجبات رئيسية محددة ونزيد ونقلل فيها تكرار الحلويات. يعني إذا كان كل يوم حاول نخلي مرتين بالأسبوع، إذا نقدر نستخدم فيه السكر البديل بدال السكر العادي اللي هو السكر الصناعي، ما يأثر أو ما يرفع السكر بشكل كبير. نكون إحنا يعني حضرنا طبق حلو بس باستهلاك السكر البديل، أو نقدر نوفره بس بكميات صغيرة، يعني مثلا الأكواب الميني، الأشياء الصغيرة تي بتخلي يعني كل أفراد الأسرة يعني يتناولون نفس الشيء بس بيكون مقدار محدد أو كمية صغيرة. بنكون راعينا فيها بعد مريض السكر. بالنسبة للعانون من الكوليسترول المرتفع أو اللي عندهم السمنة، لازم نحاول بعد نراعي الأشياء المقلية طبعا تتكرر ممكن على السفرة كل يوم، المقبلات مثل السمبوسة والأشياء الثانية اللي هي تكون ديب فراي أو مقلية بكمية كبيرة من الزيت. فنحن ممكن نستبدل طريقة الطبخ، نحسنها، نخليها مثل الشوي أو نستخدم القلاية الهوائية، فبالتالي راح نستخدم كمية جدا قليلة أو معدومة من الزيت. صحيح. بس بطريقة تغيير الطبخ، يعني طريقة تحضير الأكل. مريض اللي يعاني من النقرس من قبل رمضان ممكن يعاني شوي أكثر في رمضان، لأن في مسببين غذائيين أساسيات في أسباب النقرس. الأول اللي هو استهلاك اللحوم الحمراء بشكل كبير، والثاني قلة شرب الماء، وهالعاملين نحن نشوفهم حاضرين في رمضان. اللحوم الحمراء تصير متكررة تقريبا شبه يومي في أطباق الرئيسية مثل الهريس والأكلات اللي احنا متعودين عليها في رمضان، فهذه ممكن تزيد عند الآلام المفاصل، آلام الأصابع اللي تكون من النقرس. صحيح. والنقطة الثانية اللي هو الماء، مثل ما قلت قبل، يعني طبيعي فترة الصوم تأثر على شرب الماء، لكن لازم نعوض على حسب احتياج الجسم. طبعا كل شخص احتياجه يختلف على حسب وزنه، لكن اجمالا نقول تقريبا حوالي لترين من الماء بيكون كمية جدا يعني زينة استهلاكها في فترة هذه فترة الافطار. يعني نحاول بعد نقلل اللحم الاحمر، يعني اذا قللنا لمرة بالاسبوع الى مرتين في الأطباق الرئيسية اللي نحن نحب فيها اللحم، ممكن الأطباق الثانية نستبدلها بالدياي بالخضار. يعني مثلا الهريس بيكون دائما باللحم، ممكن الفريد نخليه بالدياي مثلا أو بالخضار مع صالونة الخضار، فنكون خففنا نسبة اللحوم الحمراء وعوضنا بدالها بروتينات مختلفة أو خضروات. صحيح. أستاذة عليا، بس نبغى شوي نركز أكثر على موضوع أهمية شرب الماء، لأن الفترة يعني مهمة جدا، بحيث أن يعني في بعض الناس يعوضون مثلا شرب العصائر
سواء العصائر الطازجة أو حتى العصائر اللي موجودة الغير يعني طبيعية اللي يكثر فيها الألوان، والألوان هاي طبعا أستاذة عليا مضرة، ومضرة حتى أكيد. على الكلى. لو نتكلم أكثر عن يعني شرب الماي، الكمية أنت تفضلتي وخبرتينا، مثلا تعطين مستمعينا الأعزاء من بداية الفطور لين السحور يعني طريقة شرب المياه، الماي بس الماي يعني بدون أيوه. العصائر والمشروبات سواء كانت طبيعية أو مشروبات حتى يعني صناعية اللي فيها الألوان، نتجنب منها ونعوض الجسم، لأن فترة الصوم ما في شرب ماي، فكمية الماي اللي المفروض نحن ناخذها من الفطور لين السحور المفروض أن الشخص يعرف أنه هو خذ كميته اللي يحتاجها خلال فترة الصيام على أساس أنه ما تستوي لمشاكل صح، أثناء الصوم وبالأخص مشاكل الكلى. أكيد. طبعا المشروبات اللي ذكرتها اللي هي الصناعية اللي تكون فيها ألوان، مو بس الألوان اللي هي المواد الحافظة والألوان الأصباغ اللي بتضر، أيضا الكمية الكبيرة من السكر، كمية جدا كبيرة من السكر يحتاج بالعكس يعني يجفف الجسم أكثر، يعني يحتاج كمية ماء عشان ينزل كمية السكر الكبيرة اللي خذناها من هاي العصائر. فبالعكس مش سوائل ترطب الجسم، العصائر هذه تعتبر أشياء تجفف الجسم أكثر، غير أنها سكرياتها عالية وفيها ألوان ومواد حافظة وأمور غير. فحطوا في بالهم هذا الشيء، أبدا ما بيرطب، يعني ما بيرطب الجسم من الجفاف. صحيح. طبعا هاي النوع من العصائر نحاول أن نتجنبها، ما نجيبها في رمضان، إذا اشتريناها وحطيناها في البيت بنشربها، فدائما ما موفرة، يعني ما نشتريها، ما نخليها تريد مارك لرمضان، عرفت؟ صحيح. الناس دائما تربط العصاير هذه برمضان، لا أبدا، لازم نحاول ما نجيبها، وتدريجيا الإنسان يتعود. شو وقت الفطور، لأن المعدة خالية طول اليوم، يوم تبدأ تكسر الصيام تشرب كاس واحد من الماي، بعد الصلاة تفطر، بعدين ممكن نجزء كاسات الماي كل ساعة كاس، أو أثناء صلاة التراويح يكون ذبة الماي عند السيادة، فكل ما نصلي نخلص ركعتين ممكن نشرب شوي ماي، صحيح. نخلص يعني على صلاة التراويح ممكن 500 ملي، نكون نحن يعني الغرشة الوسط هذه مو كبيرة وايد، ممكن نخلصها بس أثناء صلاة التراويح. فبالتالي نكون نحن قسمنا يعني شرب الماي جزأناه دفعة واحدة، أبدا ما يضر الجسم، بالعكس يسبب خمول، تعب، يسبب تخمة، لأنه بتشرب ماي وايد، بتشرب شوربة، بعدين السوائل بتتكرر، بعدين بناخذ وجبة رئيسية، فبيحس الإنسان بعد الإفطار بخمول وتعب، يعني بالعكس ما تنشط، هو صايم يمكن متنشط أكثر عن عقب الفطور. فهذا بعد ممكن يكون سببه كثرة الماي، المبالغة بالماي، صحيح. أو إن ناكل الوجبة وايد كبيرة على طول دفعة واحدة. تقسيم الوجبة وايد بعد وايد مهم، نقسم شيء خفيف قبل الصلاة ووجبة تكملة الوجبة من بعد صلاة المغرب. صحيح. أستاذة عليا الدخان أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك، وشكرا لمعلوماتك الطيبة ومعلوماتك المفيدة بخصوص موضوع سفرة رمضانية مناسبة للجميع، كل الشكر والتقدير. العفو. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون يعني تحت عنوان مرضى الربو والاحتياطات الضرورية لتفادي فيروس كورونا. بتكون معانا الدكتورة ندى الملا، أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم عن الفئة هاي بالضبط، ليش الناس أو المرضى اللي عندهم مرض الربو هم عرضة أكثر للفيروس كورونا، وكيف ممكن أنهم ما يكونون أيضا عرضة، شو الآلية والطرق الوقائية لهذا الموضوع. هناك طبعا مستمعين الأعزاء مواضيع أو معلومات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله بتعرفونا كله بعد الفاصل، خلكم ويانا إن شاء الله ومتواصلين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بالتواصل معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، المرضى، مرضى اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي أو مرضى الربو من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم أيضا أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة لهذا المرض، وذلك عليهم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة
التي تحول دون إصابتهم بالفيروس، وبالتالي تفادي مضاعفاته السلبية على صحتهم. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ندى الملة، أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ندى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. يا صباح الورد، صباح الأحد اللي يحبه كل أحد، صباحكم خير وتباشير وإيجابية إن شاء الله. طبعا أكيد دكتورة، مستمعينا الأعزاء يعني افتقدوا صوتك وافتقدوا يعني هاي الرسائل الإيجابية، ومثل ما تعرفون وأكثر واحد طبعا مخرجنا المبدع أيمن سرحيل دائما طبعا يسأل عنك، ويتمنى إن شاء الله أنكم ترجعون على تقديم الحلقة. طبعا مستمعينا الأعزاء، دكتورة ندى الملة كانت تقدم معانا البرنامج، ولكن بسبب الظروف وحاجة العمل وجودها مع فرق العمل وفي أرض الميدان فغير متواجدة معانا. إن شاء الله نتمنى أن نتخلص من الموضوع هذا وترد الدكتورة إن شاء الله وتقدم معانا الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله أخي عبد الله، إن شاء الله. الله يحييك دكتورة. طبعا إحنا مثل ما يعرفون مستمعينا الأعزاء أن هناك في بعض الناس عندهم أو عرضة للإصابة بفيروس كورونا، سواء يعني مثلا كبار السن إذا عندهم أمراض يعني مثلا مزمنة، أو عندهم المناعة قليلة، وأيضا من ضمن الفئات اللي هم المرضى اللي عندهم مرض الربو أو مشاكل التنفسية. كيف دكتورة يأثر الفيروس كورونا المستجد على مرضى الربو، ولماذا هم الفئات الأكثر عرضة تأثيرا بالفيروس؟ طبعا فيروس كوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد مثل ما الكل يعرف وانتشر، أنه مرضى الربو هم مثل ما يقولون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. هو الحقيقة أن مرض الربو كمرض نفسه لا يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. بمعنى لو في غرفة واحدة في شخصين، واحد منهم عنده الربو والثاني ما عنده الربو، اللي عنده الربو ما عنده فرصة أكبر أنه مثل ما نسميه بالعامية يلقط الفيروس مقارنة بالشخص اللي هو ما عنده الربو. لكن الشخص اللي عنده الربو والربو ما له غير متحكم به جيدا، صح. يعني هذا الشخص له أعراض متكررة، منها الكحة متواصلة، الأعراض الليلية اللي هو ينش من النوم يحس نفسه واقف، خلال تغيرات الموسم وايد تأثر فيه، يحتاج بشكل عام إنه يزيد جرعات الأدوية مالته أو مو ملتزم بالأدوية مالته. هذين الناس عندهم عرضة أكثر لمضاعفات مرض الكورونا المستجد أو كوفيد 19. يعني دكتورة الفئة يعني اللي عندهم مرض الربو اللي حالتهم غير مستقرة، يعني غير مستقرة وغير متحكم فيه جيدا. نعم. غير متحكم فيه بسبب ان المريض ما يتابع او بسبب المريض ما يلتزم باخذ الادوية مالته. صحيح. فهذه الشيء احنا نقولها ضروري جدا، سواء واحنا دائما اقول سواء في كورونا المستجد او ما في كورونا، لازم احنا مرضى الربو نكون متحكمين في حالة حال اي مرض ثاني، لان مرض الربو اخوي عبد الله من الامراض المزمنة. صحيح. يعني حالة السكري وحالة الضغط وحالة الكوليسترول، فمرض مزمن لازم انا اكون متحكم فيه طول الوقت ومتعايش بعد ايضا دكتورة، اتعايش معه بالضبط، لازم اكون متعايش معه واتحكم فيه، لان في اللحظه اللي اتحكم فيه راح اعيش حياتي حياه طبيعيه، ما راح تكون عندي اعراض، ما راح يكون عندي دخول المستشفيات وغيرها. فنبغى الناس يكون عندها هذا الوعي ان انا التزم وتعايش مع مرضي مزمن في جميع الاوقات. صحيح. ايضا دكتوره لو نتحدث عن موضوع الـ يعني المضاعفات السلبيه للفيروس على هذه الفئه، وكيف ممكن تكون المضاعفات؟ طبعا مضاعفات المرض كورونا المستجد اللي هو طبعا اكثر شيء يصيب الرئه. مرض الربو الغير متحكم فيه، يعني تحكم مرض الربو يكون ضعيف، اللي يستوي انه انقباض الشعب الهوائيه عندهم والاوعيه الدمويه يستوي اكثر، لانه كيف يستوي اصلا عندنا الربو؟ لما يدخل عندنا اي من المهيجات للربو تنقبض او تتسكر عندنا الشعب الهوائيه، فهذا يسوي ضيق التنفس. فاصلا فيروس كورونا المستجد يصيب الرئه بضيق التنفس. فالشخص اللي يكون عنده ربو غير متحكم فيه، إذا جاله كوفيد 19 أو كورونا المستجد راح يعاني أكثر من ضيق التنفس، ممكن يحتاج دخول المستشفى، وهذا هو الشيء اللي إحنا ما نبي يستوي، ما نبي يضطر يدخل المستشفى طبعاً، لأن دخول المستشفى ممكن يقلل أمراض أخرى، زائد ممكن يؤدي إلى خسارة جزء من وظائف الرئة، إذا جاله يسمونه النمونيا أو ذات الرئة أو التهاب ذات الرئة، إذا صار له
انقباض في الأوعية الدموية أو الشعب الهوائية ممكن يؤثر على أنسجة الرئة، فممكن يفقد جزء من وظائف الرئة عنده. عشان كذي إحنا دائما نركز على مرضى الربو إنهم يكونوا متحكمين فيه جيدا عشان ما تصيبهم مضاعفات هذا المرض. صح. أيضا دكتورة أنت تحدثتي بأن يعني مرض الربو يعتبر من الأمراض المزمنة مثل ما ذكرتي، نفس السكري، يعني يحتاج الإنسان بأنه يكون يعني متعايش مع هذا المرض ويأخذ كل الاحتياطات. ما هي الاحتياطات التي يجب على بالأخص مرض الربو دكتورة اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا؟ طبعا الاحتياطات العامة أولا هي طبعا الابتعاد عن المرضى، الناس المرضى اللي عندهم كحة، عندهم أعراض مرض في الجهاز التنفسي لازم نكون بعاد عنهم، لبس الكمام في جميع الأوقات، غسيل اليدين اللي هو حسب منظمة الصحة العالمية هو خط دفاعنا الأول ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هذا لجميع الناس، لازم تغسل إيدك، تلبس كمام وتترك مسافة بينك وبين الشخص الثاني، وطبعا ما نطلع إلى الحاجات الضرورية، ما نتجمع، ما نفترض أن أي شخص ما عنده كورونا المستجد فقط لأنه ما عنده أعراض، في كثير من الناس ما عندهم أعراض. لكن بالنسبة لمريض الربو من المهم جدا 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 في ظل هذه الظروف انه يحرص على المتابعه مع طبيبه، مو لازم يصير العياده، لان احنا طبعا نحاول نقلل دخول من العياده عشان ما ياخذون اي فيروس من العياده، حتى عن طريق الهاتف خلي يكون عندك متابعات مستمره. ليش؟ عشان لو سوى عندك اي اعراض، اذا فقدت التحكم بالمرض بسبب تغير الجو، بسبب الفيروس الجديد، بس اي سبب من الاسباب، يكون عندك طبيب يتابع حالتك، يعدل لك الادويه، اتاكد ان عندك كفايه من الادويه، اطلب ادويتك قبل ما تخلص، لا تتريا لما يخلص الدواء والبخاخات مالتك وبعدين تطلب الدواء لما يوصل لك. احرص على توفر كميه كافيه من الادويه في البيت، احرص انك تبتعد عن المهيجات الربو العاديه اللي انت تعرفها. ترى اخوي عبد الله مرضى الربو يعرفون شو مهيجاتهم، يعني مثل ما قلنا هو يتعايش معي، يعرف مثلا الحين تغير الجو شوي غبار، انا عارف اني راح يتهيج الربو فاقعد في البيت، مثلا وقت الربيع عندنا لما تطلع الطلع مال النباتات هذا يهيجني انا اقعد في البيت، مثلا العطور، البخور، غبار البيت وغيره وغيره والحيوانات الاليفه، وهذا نبتعد بشكل عام عن مهيجات الربو. فهالفتره بالخصوص نشدد على الموضوع اكثر، لانه في الحالات العادية لو أنت تعرف أن هذه هيجي لك الربو ولكن تسهلت شوية وتعبت ممكن تدخل المستشفى، لكن إحنا مثل ما نقول ما نبقى تدخل المستشفى عشان ما تتعرض لكوفيد 19 أو تلقط أي فيروس ثاني من العيادات أو من المستشفيات. فيفضل تبتعد نهائيا عن كل محفز للربو عندك، تحافظ على أخذ الأدوية في وقتها، تتابع مع طبيبك، شيء جدا 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 مهم أن أنا أتابع مع طبيبي عشان أقدر أتحكم بالأعراض. مثل ما قلنا الربو نفسه مو بعامل خطر، لكن عدم التحكم بالربو هو عامل خطر في الكوفيد 19. صحيح. أيضا دكتورة موضوع يعني مثل ما ذكرتي أن بالأخص فئة المرضى اللي عندهم الربو بإمكانهم يعني الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا من خدمة دوائي بإمكانهم بالتواصل على الرقم 800-3-4-2 والاستفادة دكتورة من هذه البرامج، بحيث أنه إذا عنده أي استفسار يبقى يستفسر من الطبيب، والخدمة مثل ما تعرفين موجودة خلال يعني 24 ساعة، وإذا لزم الأمر مثل ما تفضلتي دكتورة إذا يحتاج مثلا الأدوية ممكن أن يعني توصل الأدوية من برنامج خدمة دوائي إلى المنزل. بالضبط صحيح، فنستفيد من الخدمات وفرت لنا الهيئة لتوصيل أدوية المنزل. بس ما قلت نطلب الأدوية قبل بوقت. المشكلة يا أخوي عبد الله شو يسوي الناس اليوم؟ آخر بخة من الدواء اليوم نطلب الدواء. صحيح. فنراعينا في ضغط على الخدمة ما شاء الله، لأن كل الناس عندها وعي الحين، ما تبغى تجي العيادة تأخذ أدويتها خصوصا الحالات المستقرة، فنطلب على الأقل على الأقل أسبوع إلى 10 أيام قبل ما يخلص الدواء عشان يوصلنا على الوقت. صحيح. دكتورة لو نتحدث عن بعض الممارسات يعني اليومية اللي من خلالها يعني يسويها مثلا الشخص اللي عنده الأزمة أو اللي عنده مرض الربو فيما يتعلق بممارسة الرياضة، هل هناك مثلا دكتورة نصائح توجهونها للمرضى كيف يمكن التحكم بأعراض الربو من خلال ممارسة الرياضة؟ طبعا ممارسة الرياضة على عكس ما يعني يتوقع بعض من الناس إن ما دام أنا عندي ربو معناه أنا لازم ما مارس رياضة، هذا المفهوم جدا خاطئ. بالعكس مريض الربو لازم يمارس الرياضة. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا اللي يصيب الربو انقباض في الأوعية الدموية والشعب الهوائية،
لما أنا أمارس رياضة فأنا أحسن الدورة الدموية إلى الشعب الهوائية هذه اللي هي تتسكر خلال نوبة الربو، فأنا بهالطريقة لما تجي نوبة الربو راح تكون أخف علي لأن الدورة الدموية عندي ممتازة، عكس الإنسان ما يمارس رياضة راح يكون وصول الأكسجين والدورة الدموية عنده أضعف، بالتالي تكون نوبة الربو عنده أسوأ. فشو المفروض أسوي ما دام أنا مريض ربو وبمارس رياضة؟ وأبسط رياضة دائما نقول عنها رياضة المشي. طبعا مريض الربو لازم يحرص على توفر بخاخ معاه طول الوقت خلال ممارسة الرياضة. يفضل ما يمارس الرياضة روحه، يعني مثلا ما في مثلا ممشى روحي مثلا في الليل أقول والله هدوء ما في حد، روحي بسير، لأن سبحان الله لو جتك نوبة الربو ممكن ما تلحق على الدواء مالك، والدواء لازم يكون في الجيب ما يكون في السيارة وأنا أتمشى. فخلي حد معاك على الأقل يتريق في السيارة وعينه عليك وأنت تمارس الرياضة. يفضل إذا أنت اختبرت أن مع ممارسة الرياضة حسيت أن فيك نوبات ضيق نفس متكررة، هناك الدول يسمونها الريسكيو ميديكيشن أو الدواء المنقذ يسمونه مرضى الربو اللي هو البخاخ الأخضر باختلاف مسمياته، يكون قبل ما يمارس الرياضة، الغرض منه توسيع الشعب الهوائية عشان ما تيله نوبة الربو. على افتراض انت عمرك ما مارست رياضه وانت عندك ربو صار سنوات وتبغى تمارس الرياضه، استشر طبيبك اولا عشان يقيم الاعراض اللي عندك ويحدد شو تحتاج تشيل معك قبل ممارسه الرياضه. بعض الناس اللي عندهم ربو ممكن فقط البخاخ العادي، بعض الناس ممكن يحتاج جرعه كورتيزون قبل ان تبدا الرياضه بناء على الاعراض اللي هي عنده، شده الاعراض تكون عنده. فاستشر طبيبك واشرح له الاعراض بالضبط. وانا افضل اخوي عبد الله دائما مرضى الربو نفس مرضى السكر، مرضى السكر دائما تلاقي عندهم دفتر يكتب فيه قراءاته، القراءات صح. مريض الربو نفس الشيء لازم يكون عنده دفتر، دفتر شيء يكتب فيه، يكتب فيه متى تجي الاعراض، كم استمرت الاعراض، الاعراض خفت بعد كم بخه من الدواء، كم مريت الاعراض بالليل، كم مريت الاعراض خلال ما صار رياضه. هالدفتر الدفتر الذهبي لمريض المريض الربو، لانه يساعده باشر لو راح العياده او استشاره الطبيب عن طريق الهاتف يكون عنده معلومات دقيقه. واحنا ترى كيف الربو مو يختلف عن السكر انه ما في قياس بالدم، يعني ما اقدر اسوي تحليل دم واقول والله انت منتظم او غير منتظم، يعتمد على الاعراض. اقدر اقسم الربو على الدرجات مالتي بناء على الاعراض، فاذا انت عندك دفتر كاتب فيه الاعراض يكون واسع على الطبيب يقيم انت الربو مالك خفيف لا وانت متوسط او انت شديد، فاوصف على اساسه هذا الدواء. فخلوا معاكم دائما دفتر واكتبوا فيه هذه الاعراض تطلع لكم. صحيح. دكتورة عندنا سؤال من احد المستمعين يقول يعني هو عنده مرض الربو ولكن ما عنده اعراض خلال الفتره هاي، هل هو يستمر باخذ الادويه؟ ياخذ الدواء بناء على الطبيب اللي يتابع حالته. انا ما اقدر احكم لان احتمال انه ما عنده اعراض بسبب الادويه، وهذا هو اللي يستوي ان الادويه قاعده تتحكم بالاعراض اللي عند المريض، فلو وقف الادويه معناه تبدا الاعراض مره اخرى. فاحنا نقول استشر طبيبك اذا ممكن تخفيف جرعات الادويه، لانه ما بعرف الاخ الكريم سائل كم دواء ياخذ، ممكن ياخذ حبوب مع بخاخ او بخاخين، فاستشر طبيبك قول له انا والله اخذ هالادويه كلها كم اقدر اخفف بمن انا ما عندي اعراض حاليا، ممكن يخفف لك مثلا مده اسبوع او اسبوعين وتشوف عمرك هل لا تزال عندك نفس السيطره على الاعراض ام لا، واذا فقدت السيطره ترجع مره ثانيه على الجرعه السابقه. نعم. ايضا دكتوره طبعا يعني مثل ما ذكرتي خلال يعني حديثك اليوم بخصوص موضوع الربو بانه يعني من الامراض المزمنه ومفروض ان الواحد يعني يتعايش مع هذا المرض ويتجنب بعض الاشياء. دكتوره ايضا انا اتوقع ان في هناك بعض المحفزات اللي يعني يجب على المرضى تجنبها لتفادي نوبه الربو. شو هي المحفزات هاي دكتوره؟ المحفزات اخوي عبد الله تختلف باختلاف المريض، في مرضى ياثر فيهم الغبار تغير، وفي مرضى ياثر فيهم تغير الجو نفسه من الصيف للشتاء من الشتاء للصيف، هذا التغير بحد ذاته يهيج عندهم نوبة الربو. واحنا بالعاده في العيادات في هالفتره يتغير فيها الجو نستقبل اعداد من الناس اللي عندهم ربو وعندهم منتظم طول الصيف وطول الشتاء، من يتغير الجو تبدا عندنا نوبة الربو. في ناس من الطلع مال النباتات لما يدخل عندنا موسم الربيع والورود تبدأ تطلع الطلع مالها يأثر فيهم. في ناس الغبار مال البيت وهذا وايد من الحالات اللي نقدر نشوفها. طبعا احنا جونا بشكل عام مغبار طول السنة، فتلاقي الغبار يتراكم على الستاير، فتلاقي المريض بالعادة يقول دكتورة تحت الستارة حسيت شوي غبار وتهيجت عندي نوبة الربو. في ناس من الحيوانات الأليفة من لما نقول حيوانات أليفة بالعادة ناس أول شيء يبالها القطط، ثاني يقول والله مقطاوة، لا صحيح.
في حيوانات أليفة ثانية هي جربوا أكثر من القطط. الطيور وايد منا في بيوتنا في طيور، ما يتوقعون الطيور ممكن تهيج. الطيور لها ريش صغير في أبيض يكون يتطاير لما الطير حرق جناحه فيتطاير، وهذا لو تنشق مريض الربو ممكن يهيج عنده نوبة ربو. الأرانب كثير تهيج الربو لأن الشعر ماله خفيف ويتناثر أيضا. فبشكل عام هذه مهيجات الربو. في بعض الناس في عندهم بعض الحالات اللي مرت علينا يتهيج ربو من بعض الأكلات، إذا كل أكل وايد حار صح. أو كل أكل في بعض المكونات. فعشان كذا نقول خلوا عندكم دفتر اكتبوا فيه شو اللي هيج نوبة الربو عندكم. بعد فترة خصوصا لو أنت ياك ربو جديد، في ناس عندهم ربو هم صغار للعمر 5 سنوات وقف الربو عندهم، على العمر الكبير من 30-40 رد عندهم ربو مرة ثانية فما يتذكر شو اللي كان مهيج لما كان صغير. فخلوا عندكم هالدفتر وتشوفوا نوبة الربو تيكم بعد أي نوع من أنواع المهيجات، لأن أحيانا في واحد في بعض الناس عندهم ربو اللي يهيج الربو عندهم أكثر من سبب، لكن مثلا ممكن مثلا من الحيوانات يكون خفيف لكن مثلا من الغبار المنزلي يكون أشد. فلازم أنا أقدر أقيم الربو مالي بعد كل مهيج كدر هو شديد عشان أنا أقدر أنخذ التصرف الصحيح. فاكتبوا عندكم قائمة بكل المهيجات مالتكم وشدة نوبة الربو مع كل من هالمهيجات. ممتاز دكتورة ندى الملا أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، تشرفنا حقيقة يعني بوجودك معنا اليوم في البرنامج، وشكرا جزيلا لك لمعلوماتك الطيبة دكتورة. شكرا لكم، نهاركم سعيد. الله يبارك فيك. شكرا مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وأيضا نهج هيئة الصحة بدبي دائما هو إيجاد مجتمع صحي وسعيد، وأيضا كما ذكرت تخصائية التغذية بأن ضروري جدا التوازن في الوجبات اليومية سواء وجبة الفطور ووجبة أيضا السحور. وأما بخصوص موضوع مرضى اللي عندهم المرضى الربو هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل ما ذكرت الدكتورة، يجب اتخاذ جميع الإجراءات والإحتياطات اللازمة لتفادي النوبات اليومية من مرضى الربو. مستمعين الأعزاء، أحب أني أشكر فريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة أستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، وشكر خاص للمخرج المبدع الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.